انطلقت أعمال المؤتمر الدولي قانون العقوبات والتدابير البديلة تجربة نوعية في التشريع الجنائي الذي تنظمه المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين بمشاركة محلية وإقليمية ودولية واسعة وفاعلة في المجال الحقوقي. هذا وناقش المؤتمر الذي يستمر على مدى يومين كيفية تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة والتطبيقات المعنية بتنفيذ القانون ودور الجهات المساندة في تفعيل القانون، بالإضافة إلى طبيعة الأعمال التي تسند إلى المحكوم عليهم، وذلك في ظل الجهود التي توليها مملكة البحرين لتطوير العدالة الجنائية. نحو رفعة وتطور العمل الحقوقي والقضائي في مملكة البحرين انطلقت أعمال المؤتمر الدولي قانون العقوبات والتدابير البديلة تجربة نوعية في التشريع الجنائي، والذي جاء ليسلط الضوء على واحدة من أبرز تجارب المملكة التشريعية، وذلك بمشاركة حقوقية وقضائية محلية ودولية واسعة تبرهن أهمية انطلاقة هذا المؤتمر النوعي. الحضور عندنا هني أكثر من 40 زائر من دول مختلفة، دول عربية ودول من أوروبا ودول من أفريقيا ودول أيضا من أمريكا اللاتينية موجودين اليوم هنا عندنا في المؤتمر. المؤتمر هذا يعني مثل العاصفة الدهنية إلى عشان ناخذ التجارب الأخرى ونظهر بتوصيات من المؤتمر هذا نفسه. الانطباع الأولي إن هم أكثر الناس متفاجئين بأن إحنا عندنا تأطير إلى عملية العقوبات البديلة. في أكثر الدول هناك قرارات معينة، هناك تدابير معينة، ولكن تأطيرها بشكل قانون وبالشكل اللي موجود عندنا في ونسبة المستفيدين في هذه فريدة من نوعها. أعتقد أنه مؤتمر مهم تنظمه المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين، ويعنى بالعقوبات البديلة التي تحظى باهتمام عالمي كبير خصوصا في هذه المنطقة. إن مملكة البحرين قامت بعمل ممتاز جدا فيما يتعلق بإقرار قانون العقوبات البديلة، وهو شيء من الممكن أن تستفيد منه المنطقة وتتخذه نموذجا لها. أنا هنا من جنوب إفريقيا وأمثل منظومة حقوق الإنسان في بلادي. جئت من أجل توضيح دور المنظومة في تطبيق مثل هذه القوانين لحقوق الإنسان، وليس فقط من أجل الترويج للعقوبات البديلة، ولكن للتأكد من التطبيق السليم لهذه التدابير. وأعتقد أن التدابير البديلة هي الوسيلة الفضلى في حماية حقوق الإنسان، وهي مهمة جدا. أنا أحيي مملكة البحرين على تبني هذا النموذج الرائد على مستوى المنطقة. في أجواء رحبة من تبادل المعرفة في جلسات المؤتمر وأوراق العمل التي طرحت خلاله، أكد عدد من المتحدثون على تميز التجربة البحرينية في خلق بيئة صحية من خلال العقوبات والتدابير البديلة التي تسهم في إصلاح المجتمعات وتعمل على تطوير الأفراد والحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم. قانون العقوبات والتدابير البديلة التي تتبنى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم عرضه في هذا الملتقى الدولي والتشاور بشأنه، هو التشريع الأول الذي تأخذه دولة عربية في مجال جمع كل بدائل الحبس وكل التدابير التي يمكن أن تخفف من معاناة المجتمع ومن معاناة المقضي عليهم، ولكن أيضا تخفف من أعباء الدولة في اكتظاظ السكون وفي تكدس القضايا بالمحاكم. تجربة رائدة وتجربة ناجحة، وفعلا في تبادل الخبرات ما بين الدول العربية وخصوصا المملكة المغربية ومملكة البحرين، سوف تعطي مجموعة من النتائج الإيجابية على في هذا المجال. جاء تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة بمثابة نقلة نوعية في المنظومة الإصلاحية، ويعد ركيزة أساسية من ركائز حقوق الإنسان، ويعتبر امتداد للمشروع الإصلاحي لسيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم. واليوم احنا نشهد الحمد لله نجاح القانون هذا، مدى التزام المستفيدين بقانون العقوبات والتدابير البديلة، وكيف ان احنا نصلح الشخص نفسه بعدم العودة الى الجريمة، وكذلك ادماجه بالشكل الصحي في المجتمع.
أكثر من 300 مشارك من مختلف دول العالم، احتضنتهم المنامة لاستعراض أبرز ملامح التطور الحقوقي والتشريعي الذي تنعم به المملكة، وما حققته مختلف الجهات المسؤولة عن وضع وتطوير التشريعات وتنفيذ الأحكام من قفزات نوعية وضعت البحرين في مصاف الدول المتميزة في مجال حقوق الإنسان. مشاركات محلية ودولية واسعة اشتملت على عدد من المختصين والباحثين في المجالات الحقوقية والقضائية، والذين أكدوا خلال مداخلاتهم على ما يشهده القطاع الحقوقي والقضائي في مملكة البحرين من تطور كبير جدا، وما يملكه من تجربة واسعة باتت أنموذجا يحتذى به على مستوى المنطقة. يحيى العمري لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.